السلام عليكم. قال لوط عليه السلام للملائكة عندما جاءوه: إلى من أرسلتم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هكذا سمت الملائكة قوم لوط لأنهم جاهروا بهذه الفاحشة الشنيعة وبالفطرة المنتكسة. للأسف هناك لغة درجت في وسائل التواصل على أن بعض أصحاب هذه الفطرة المنتكسة يبررون ممارساتهم بأنهم خلقوا على هذا، أن هذه طبيعتهم، بل حتى شعار القوز قزح هذا ليشيروا أن ما هم عليه هو جزء من هذه الطبيعة التي خلقها الله. وهذا لا يحتج به مسلم، الاحتجاج بمثل هذا على فحش. الله سبحانه وتعالى ركب في النفس السوية الميل إلى المرأة، فهل له أن يرتكب الزنا الفاحشة العظيمة بحجة ما ركبه الله من الميل؟ الإنسان إذا بلي بهذا الانحراف في الميل، هل هذا يبرر أن يجاهر بفسقه وفجوره وبفطرة المنتكسة؟ هل يبرر له أن يدعو الناس إلى احترام ما هو عليه أو يعتقد حقه في ممارستها؟ هذا لا يقوله مسلم، وإن صلى وإن صام. فإذا بلي الإنسان بهذا الانحراف فهو مطالب بأن يقوم عجاجه ويقوم نفسه على مراد الله جل وعلا، ومأجور على جهاده لنفسه. لكن إشاعة هذه الفاحشة ونشرها بين الناس ودعوة المجتمعات إلى احترام ما أنتم عليه من الميل المنحرف، كل هذا لا يقوله مسلم، وهذه دعوة إلى مضادة لله جل وعلا فيما شرع وحرم وأحل. ولا يجزي أحد أن يعقب على الله سبحانه وتعالى، قل أنا مبتلى، أسأل الله أن يتجاوز عني ويشفيني مما وقع فيه، هذا هو الأصل. أما اعتقاد شرعنة ما أنت عليه، هذا من أعظم الضلال، والله الهدي لسوء السبيل.